السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ياسر البراك. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. حلقتنا اليوم من شو نيوز كانت مجدولة تنزل الأسبوع الماضي، لكن بسبب ضيق الوقت المصاحب للعيد قررت أنزلها هالأسبوع، لذلك خلونا نبدأ. في خبرين الأول، تم الكشف عن وصول مانجا شوكيجيكي نو سوما أو صراع الطبخ إلى نهايتها، حيث ستنتهي المانجا خلال 3 فصول. سيتم إصدار المجلد 36 والأخير من المانجا بتاريخ 4 أكتوبر 2019. المانجا بدأ نشرها في عام 2012 وتم نشر المجلد 34 في 4 أبريل. كما حصلت المانجا على أنمي مكون من 4 مواسم و5 أوفات من إنتاج استوديو جيس السف. ومع نزول الفصل الأخير سيتم الإعلان عن خبر كبير. مانجا الطبخ أو صراع الطبخ من المانجات التي حصلت على أنمي رفع من قيمتها بشكل كبير، رغم بساطة الفكرة وسطحية بعض الأفكار، إلى أن الأنمي كان جميل بمقياس الإنتاج وكذلك الإخراج. كنت استمتع لما أشاهدهم يطبخوا، وحتى شخصية سوما كانت مميزة، وهذا أضفى قدر كبير من الجمال على القصة. وبالنسبة لي أعتقد أن الخبر الكبير هو إعلان عن موسم جديد للأنمي. وفي خبرنا الثاني، كشف الموقع الرسمي للأنمي المقتبس من مانجا فينلاند ساغا عن العرض الثالث للأنمي، والمقرر عرضه في 7 يوليو على مدار 24 حلقة. العرض يستعرض لنا البداية للأنمي بعنوان موكانجيو من أداء فرقة الروك سيرفايف سيد ذا بروفيت، والتي أدت البداية والنهاية من بلانافيش. كما تم الإعلان عن أن المغنية إيمير هي من ستغني أغنية النهاية للعمل، ومن أشهر أغنياتها للأنميات كانت لأنمي بليتش وكابانيري وفيت ستي نايت. الموقع الرسمي كشف أيضا بأنه سيتم عرض الحلقات الثلاثة الأولى دفعة واحدة على قناة NHK العامة، كما سيتم عرض الأنمي حصريا على خدمة أمازون برايم في اليابان. قصة الأنمي تتحدث عن ثوريفين، شاب من الفايكينج قتل والده وهو صغير على يد قائد من الفايكينج يدعى أسكولاد أمام أعينه. أخذ ثوريفين سلاح والده وقفز بسفينة أسكولاد ليقتله، لكنه أضعف من أن يقتله، فانضم لفريق أسكولاد ليحقق انتقامه منه، وذلك أثناء غزوهم المستعمرات بشمال أوروبا رغبة منه بالازدياد قوة ليستطيع قتله. الأستوديو المنتج هو استوديو ويت، المنتج لأنمي الهجوم على العمالقة. المخرج شيو هيابوتا، من أعماله إخراج إينوياشيكي، وعمل كمشرف على رسوم 3D في هجوم العمالقة وكابانيري. منسق القصة هو هيروشي سيكو، عمل على إيجين، وكينتا إيهارا، عمل على جو سينكي. مصمم شخصيات تاكوهيكو أبيرو، وفينان ساغا أول عمل يقوم بتصميم شخصياته، لكنه عمل كمشرف رسوم في هانتر 2011. ملحن الموسيقى هو يوتاكا يامادا، ومن أشهر الأعمال التي لحن لها فهو طوكيو غول. الممثلة شيزوكا إيشاغامي ستؤدي شخصية ثوريفين في طفولته، بينما الممثل يوتو أويمورا سيؤدي شخصية ثوريفين في مراهقته. الممثل كينتشيرو ماتسودا سيؤدي شخصية والد ثوريفين. حصلت المانجا على أكثر من 5 ملايين طبعة. المانجا فازت بجائزة كودوناشا في دورتها 36 عام 2012، وذلك كأفضل مانجا بشكل عام. وفازت بالجائزة الكبرى عن قسم مانجا في مهرجان اليابان للفنون الإعلامية، وذلك في دورتها 13 عام 2009. بالنسبة لي، فينلاند ساغا من أفضل وأجمل المانجات اللي أقرأها من كافة نواحيها، على مستوى القصة وسرد الأحداث، حوارات وشخصيات، وكذلك رسم. كانت جميلة لدرجة التغير اللي صار في رسم الشخصيات من بداية المانجا وثم تطوره، حتى في التفاصيل كان إبداعي بمعنى الكلمة. العروض الترويجية توحي بالخير، والاستوديو كذلك واثق فيه، لا سيما بعد الموسم الأخير لهجوم العمالقة، واللي أقل ما يقال عنه تحفة إنتاجية وإخراجية حية. وخبرنا الأخير، مع مبيعات المانجا نصف سنوية، ونرى بوضوح ارتفاع ترتيب مانجا نيفرلاند بشكل كبير، وذلك بعد حصولها على أنمي، حيث كانت في المركز الثامن في ترتيب العام الماضي. كذلك يبدو واضحا مدى تأثير الأنمي في زيادة الشعبية، حيث دخلت القائمة هذه المرة مانجا كاغويا ساما. أيضا تواجدت مانجا التوائم الخمسة في قائمة على 10 مانجات ولأول مرة. على كل حال، هذه الأرقام قد أخذت بين 19 نوفمبر 2018 وحتى 19 مايو 2019. الترتيب كان كالتالي: الأول ون بيس، والثاني ذا بروميست نيفرلاند، بينما الثالث كان مانجا كينغدوم، والرابع بوكنو هيرو أكاديمية، والخامس غوتوبون نو هانيو، والخامس غوتوبون نو هانايومي، وحل الهجوم على العمالقة بالمركز السادس. وتوالت القائمة تباعا بتينسي شيترا بالمركز السابع، ثم هايكيو بالثامن، ثم كاغويا ساما لاف إز وور في المركز التاسع، وختاما في المركز العاشر كان ون بنش مان. ختاما، هذه كانت أخبار الأسبوع الماضي، أو عفوا اللي قبله. لا تنسوا أن تشكروا وجدان على هذه الحلقة. أنا ياسر البراك، ولا تنسونا من لايك وسبسكرايب، ونشوفكم.